معانا بقى الباميه. عيد من غير طاجن باميه باللحمه الضاني بقى، باميه بقى وخضره، شايفين الخضار والجمال. واحب الباميه اللي فيها لونين، اللون الاخضر واللون اللي بياخد على البيتي واللون الحلو ده كده. تعالوا نعملها مع بعض طاجن النهارده، بس انا برضو اللحمه مسويها ومجهزها اهي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شوف الضاني بقى لما استوى، شوف الريحه بتاعته اهي. الضاني ده بتاع ايه الحمار والجمال ده، هو ده اهو. شايفين ده برضو مسوي اللحمه مع بوكيه جرنيه، عشان اخد اللحمه دي اقطعها في قلب الطاجن الباميه بعد تسبيكه من الطماطم، طماطمايه بصلايه تومايه، معلقه سمنه حلوه، معلقه سكر عشان الحموضه. وانا من الناس اللي بتحمر الباميه قبل ما بتنزلها في الصلصه بتاعتها عشان تبقى بشخصيتها وزي الفل. يبقى انا عندي حاجتين، لحمه الراس جاهزه هعملها بطريقه جديده النهارده، وعندي لحم ضاني مستوي جاهز هعمله مع طاجن باميه باللحمه الضاني. حلو قوي، عداك العيب يا مغازي. طاجن باللحم الضاني العيد ما يعديش الا بالطاجن ده، واحنا المصريين شطار في عمايله قوي. اخوان اللبنانيين او الشوام لهم طريقه كده في عمل الباميه، بتتحمص وتتقلي تتقلب على فستق او على لوز، وفي الاخر تخش على الصلصه. دي طريقه اخواننا في الصعيد وحبايبنا بيعملوها الويكه، حلو الكلام، او اللي هي الباميه اللي بتتقطع دي وتتعمل مع الكزبره الخضراء. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن باميه باللحم الضاني على طريقه الشيف المغازي. مقاديرها على الشاشه. بامية والله العظيم متقطفة وطازة، وبحب البامية اللي فيها لونين بعشقها، والصغيرة الحلوة دي كده حلو تاكل نية. على فكرة البامية ممكن تتعمل سلطة زي ما هي كده، تتسلق وتاخد تومة وكزبرة وزيت زيتون وألف هنا وشفا. معانا طماطم مضروبة في الخلاط، معانا بصل وتوم وكزبرة خضرة وفص مستكة. الله عليك، وفص مستكة. اه أول حاجة هبدأ بيها فص المستكة. إيه ده يا شيف؟ إيه الجديد هنا؟ هو ده الكلام، ومعلقة زيت صغيرة مع فص المستكه، هي دي الريحه. انا بعمل لحمه ضاني، اللحمه الضاني مشكلتنا معاها الزفاره بتشمها. حطيت فص المستكه في قلب الطاسه مع الزبده، وانزل البصلية بتاعتي تتحمر. الف هنا وشفا، حلوه تقليبه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى على البصلية دي، عايز اعمل شويه تخداع حلوين. نعم، الكيكه في الفرن انا انساها، انا قلت لك بعد 30 35 دقيقه. دورك يا مخرجنا يا عظيم تفكرني بيها. الله يوفقك يا رب ويقعدك بزياره النبي. مكعبين زبده، قول امين في قلبك. نقلب كده. حلو. الزبده تساعد على احمرار البصله وكرمالتها سريعا. اخواننا على السوشيال ميديا حبايبي، الزبده بتساعد على احمرار البصله و كرملتها سريعا. التقليبه الحلوه دي كده. توابل الباميه ايه بقى يا عم الشيف؟ رقم واحد ابعد عن الكركم، ابعد عن الكاري، ابعد عن الحاجات دي كلها. شويه بابريكا، ملح وفلفل، شويه كمون. حلو الكلام، وملح وفلفل وشويه كمون. ده على البصلايه كده عشان تاخد ايه طعمه. وانا الباميه دي هعمل لها طشه كده بالكزبره، هتعجبك قوي على فكره. حلو الكلام، مش كزبره ناشفه، كزبره خضراء. نقلب دول كده مع بعض. حضرت البصلايه للطماطم. الله على البصلايه اهي، البصلايه والتومه جاهزه. حلو قوي، ننزل بصوص الطماطم بتاعنا. حلو اهو، سيبه على النار كده يتسبك. طبيعي صوص الطماطم ده عايز مني معلقه سكر. جوزي عنده حموضه ومشاكل مع القولون، طالما في طماطم يبقى في معلقه سكر، معلقه معجون طماطم حلوه. ونقلبها في بعضيها كده. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك اهو. حلو قوي. اللحمه بتاعتنا هنا فله خلاص على وشك تستوي. اللحم الضاني نبص عليه كده مع بعض. طلع لك حته لحمه ضاني تبص عليها، بص عليها اهي اهي اهو، عند الباميه، عند الباميه اهي اهي الباميه اهي اللحمه اهو. شوف اللحمه، هو ده اهو. شفت اللحمه، هي دي اهو اهو اهو. الله اهو. ونسيب ده يستوي كله مع بعضه اهو اهو اهو. الباميه تنزل بقى اخر حاجه غلوه وترفعها من النار. انا احب الباميه بشخصيتها ما تتهريش، عشان نفصل ما بين الويكا وما بين الباميه. ودي الشوربه بتاعت اللحم. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نقف محطه هنا سماها محطه الابداع المغازيه. والله
تقدر تحط بطاطس هنا متقطعه كريهات وتبقى صينيه البطاطس باللحمه الضاني. حلو قوي. عندك قلقاس تبقى هنا طاجن قلقاس باللحمه الضاني. احنا واقفين مع بعض بنطلع اكلات. جوجل ها؟ ايوه خلي بالك جوجل يعمل جنبنا ايه. حلو. عندك باميه دي معانا النهارده. عندك بطاطس قطعها مكعبات يبقى صينيه البطاطس باللحمه الضاني. عندك قلقاس نفس القصه. عندك قرنبيط نفس القصه. مفيش اي مشكله. تشكيله من الخضار بسله مع جزر مع الحاجات اللطيفه اللي بنحبها بنفس القصه. طالما عندك التاسيسه الحلوه اللي انا مأسسها دي كده بس دي لازم تغلي على النار وتتسبك. اهو ظبطيها ملح وتظبطيها بهارات وزي الفل. تمام. جدت لو مكاني. كل عام وحضراتكم بخير. الطاسة والصلصة بتتكلم ضاني. طاجن باللحمة الضاني بامية لازم في العيد بالطريقة دي. سامعين الصوت ده كده؟ تاني. اوه هو ده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. البامية عندي جاهزة. والبامية لما بتكون طازة تستحق كل حاجة بصراحة. انا ما بحبش البامية المجمدة. بس لو ما فيش غيرها تجيب المجمدة. بس احب البامية كمان اللي هي واخدة لونين. شايفين اللون الحلو ده كده؟ لون البامبي. لون الاخضر. والشطاره بقى ان الباميه دي تخضر في قلب الصلصه. دي الخبره الطهويه. لازم تنزل على صلصه معتقه زي دي واخده الملح بتاعها. واخده الملح بتاعها لان وجود الملح في الماء المغلي او الصلصه المغليه بيساعد على خضار اللون سواء باميه سواء بسله سواء فاصوليا خضراء سواء بروكلي. حاجات الخضراء. سواء سبانخ. لا الليمون بعد ما تبرد خالص يا استاذه رحاب من فضلك. فيتامين سي لا يتعرض للحراره. حلو الكلام. هو ده. نقلب كل ده مع بعضه عشان نستفيد بيه. الليمونه دي وبعد ما تطلع من النار قلب معايا قلب معايا وشوف الزلزال ده كده. هو ده. جيب اللحمه يا شيف. ايه ده ايه ده؟ شفت؟ لا لا شفت شفت القروشيه دي. بص بص بالله عليك بص بص. ايه اوبا ايه ده ايه ده؟ اجيبها منين بقى؟ اجيبها منين؟ ادخلها على البطاطا ازاي بس؟ هي اللحظات الحلوه ما بتتجاش تاني. القروشه دي العظمه دي شيلها بره اهي. سايبت من اللحمه لوحديها. قلب. لا انت بتهزر. انا عامل حسابي عامل حسابي يا غالي. بص على الحلاوه دي الشوربه اهي الشوربه بتاعتها. سيبها على النار تغلي بقى. دي الباميه. العيله بالله عليك لما تعملي دي خدي شويه لحماتك. هتزودي درجاتك عندها. بجد والله. وهتاخدي كذا نقطة يعني خلي بالك. يا مثلا لو اتنين متجوزين في العيلة وبتاع انت اسمعي كلامي بس خدي معاك شوية البامية دول. قولي لها شفت الشيف المغازة عملها على شاشة القناة الأولى؟ بجد عجبتني يا تيتا. ابوس ايديها كده الله يرضى عليك. هي جابت لك الراجل الجميل الحلو اللي انت عايشة في كنفه ده. خلي بالك دي أم. خدي لها من البامية دي اللي أنا عاملها دي. لسه ما خلصتهاش أنا. لسه هلبسها الكوشة. هعمل لها طشه بالكزبره الخضراء جميله جدا. هنغطيها نغطيها. لازم تغلي. خد بالك يا عمور لازم تغلي دي. لازم تبكبك وتسمع البكبكه تاني من جديد. غطيها وانساها شويه. الباميه اخبارها ايه؟ تعالوا نعمل الطشه بتاعت الباميه مع بعض. طاسه على النار. طشه الباميه كزبره خضراء. معانا كزبره خضراء. معانا فص مستكه. معانا توم. حلو الكلام؟ خلي بالك الاطفال ما يخشوش المطبخ. نحط التومه. خلي بالك من الطشه دي. مش الفته طشه وبس كمان الباميه لها طشه اهي. شايف الجو ده كده؟ فص مستكه عشان الضاني فيه زفاره شويه اهو. واستنى على التومه هسه ما تخليهاش تحمر يا امي يا خالتي يا عمتي. كل ما تعملي فته عينك على التوم اهي تاخد اللون ده كده. ننزل بالكزبره الخضراء. لا 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 تكذبي. هو ده. دي على فين؟ اهو بطاطا حاره بنلاقيها. دي معروفه اكله لبنانيه معروفه. بطاطا حاره تومه كزبره. هو ده. دي محطات يعني وانت شغاله كده تلقطي مني الاكلات دي. خلي بالك شويه بطاطس قطعهم مكعبات حمروهم في الزيت حط عليهم الخلطه دي. رحت على لبنان وبيروت والحمره كلت بطاطا حاره طبق مشهور جدا عندهم.
هاتي دجاج صدور وقطعيه، دجاج بالثوم والليمون، هو هكذا. هناخد مع بعض الباميه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بص بص على الشاوي. طاجن باميه باللحمه الضاني بيتكلم مصري. لسه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ تركايه صغيره واحنا مع بعض كده. عايز اشم ريحه الطشه بتاعتها. هو ده هو ده. وارجعها تاني بالشكل كده. الله. دوري في الكتب، دوري في الكراريس، دوري في اي بحث انت عايزاه. حقوق الطبع لدينا وبس. كزبره خضراء مع التومه عملت قلبان جوه الباميه الحلوه دي. عينيا. سيبها على النار شويه. تعالوا شوف الباميه اخبارها ايه. نغرف الباميه دي خلاص، نغرف على قد الطاجن بس. انا معانا الحبايب هتاكل. خلصنا وقتنا ولا نسيبها تغلي شويه؟ بالله عليك لو قدامنا 3 دقايق قول. زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ زود اللحمه ولا الباميه؟ انا شخصيا عايز الصلصه وعايز شويه رز ابيض. انا من الناس اللي مع الملوخيه والباميه احط ده على الرز الابيض واقعد اقلب كده لغايه لما كله يدوب مع بعضه ومحدش بقى ينساني ولا يبص عليا. ولو ما غرقتش هدومي وانا باكل ما بقاش باكل باميه ولا ملوخيه. حلقتنا النهارده بسيطه وسهله، فيها شويه حب. كل عام وحضراتكم بخير. انا دوري ان انا اخليكي تعملي اكل بطريقه سهله وبسيطه باقل تكلفه ممكنه. جبنا لحمه الراس عملناها بشكل جديد مش هتلاقي غير عندنا وبس على شاشه القناه الاولى. يعني لازم نسمع من حضراتكم. حقوق الطبع لدينا وبس. عملنا طاجن باميه باللحمه الضاني بيتكلم مصري، بهديل الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره، وبقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين وكل اخواننا